مشاهدينا الأعزاء أهلا بكم. الحقيقة من ساعة ما الانتخابات بدأت والمشهد ده النهاردة خلاني أن أنا أفتكر الأغنية طول الوقت بتيجي على بالي، أغنية رجالة وطول عمر ولادك يا بلدنا رجالة. فعلا احنا المصريين أثبتنا للعالم كله أننا رجالة وقد المسؤولية. كل ما بلدنا بتحتاجنا بتلاقينا، وفي كل الصعاب بنكون الظهر والسند، وده على فكرة سر اننا دولة قوية. عفوا الجو وحش جدا وجيوب الانفية فظيعة، سامحوني يعني النهاردة. محدش يقدر يفككنا، وقوة مصر جاية من لحمة شعبها وعظمة جيشها. جربوا معانا الفتنة الطائفية وفجروا كنايس، طلع لهم أكبر راس في الكنيسة الراجل العظيم البابا توادرس، وقال لهم وطن بلا كنائس أفضل من كنائس بلا وطن. قبله البابا شنودة قال برضو مصر وطن يعيش فينا وليس وطنا نعيش فيه. والمسلمين وقفوا وقالوا الجوامع مفتوحة لإخواتنا يصلوا فيها. الفتنة فشلوا فيها، واكتشفوا اننا في الشارع مصريين وفي الكنيسة مسيحيين وفي الجامع مسلمين ورافعين شعار الدين لله والوطن للجميع. قالك نجرب معهم طيب الارهاب السياسي، فجروا اكمنة وقتلوا جنود جيش وشرطة، وحاولوا ان هم يختالوا شخصيات عامة، هددوا اهالينا في سينا واستهدفوا المواطنين الابرياء. وكان رد رجالتنا في الجيش والشرطة انهم عملوا ايه؟ قدموا طلبات انهم يروحوا للخدمة في شمال سينا. على فكرة طلب النقل ده مش للخدمة، ما كانوش بيطلبوا ان هم يتنقلوا للخدمة، ده للشهادة. اصل احنا برضو يا جماعة كمصريين فينا العرق الصعيدي وما بنحبش نسيب طارنا ابدا، وخصوصا لو كان طارنا مع ناس ما عندهاش اصل. طيب لا ارهاب ولا فتنة نافع، نعمل ايه مع الشعب الغريب ده بقى؟ خلاص نلعب على موضوع غلاء الأسعار والمعيشة اللي بقيت صعبة. راح طلع لهم الرئيس على الهوا، انتوا بتقولوا غلاء الأسعار؟ اه عندنا غلاء أسعار. وش كده على طول. وراح الشعب رد عليهم بأنه نزل وقف في التوابير علشان يصوتوا في الانتخابات. وراح حكيم رد وغنى عندك نزولة يا بالرجولة، وراح حسين الجسمي ردد عليه بأغنية مساء الخير يا ريس. المرأة بقى وستاتنا عملوا ايه؟ نزلوا انتخبوا واحتفلوا وغنوا ورقصوا قدام اللجان. اه احنا انتخبنا وفرحنا واحتفلنا ورقصنا وغنينا ودعمنا بلدنا، وكل انتخابات هنعمل كده برضو. طيب معانا دلوقتي على التليفون مدام ندى حسن زوجة الشهيد البطل احمد شبراوي. الو السكة اتقفلت يا ولاد. طيب معانا مدام سلمى القاضي زوجة الشهيد ايمن كتاب. الو الو مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا مدام بسمه. اهلا بيكي. يا ترى عايزه اسالك سؤال، هل الشعب المصري نعتبر انه رد جزء من جميل الشهداء؟ اه طبعا رد حق جميل الشهداء علينا كلنا، ان هو نزل وانتخب وبين للشعب ده كله ان احنا كلنا هنقدر نثبت يعني ايه مصر، نثبت يعني ايه هنجيب حق الشهيد اللي ساب بيته وساب مراته وساب ابنه اللي كان عنده شهر وراح سينا وباع دمه علشان
كلهم يعيشوا عشان كلهم يبقوا قاعدين في بيوتهم كويسين. اللي دلوقتي بينتقدوا الناس اللي نزلت الانتخابات، الناس اللي نزلت ترقص، الناس اللي نزلت فرحانة، مع ان ايام مرسي وايام الاخوان كان بيحصل اكتر من كده، بس لا يجوا ينتقدوا الناس اللي نزلت تنتخب. انا عايز اقول لك ان كان في فيديوهات قد كده موجودة على النت وموجودة على اليوتيوب. الاخوان ايام مرسي كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا بيمسكوا ناس كبار نزلت كانت بتنتقدهم، كانوا بيشتموهم بيهزقوهم، عشان نعرف بس مين اللي علينا ومين اللي معانا. طيب هل وصل لك فعلا يعني احساس انه الناس عايزه تساندك وتقول لك شكرا يا مدام سلمى؟ اه طبعا، كفايه وانا داخله وعارفين ان انا حرم شهيد وداخله انتخب، كفايه كله بيقول لي ربنا يبارك لك، كفايه كله بيبص لي بصه فخر وعزه، كفايه ان هم عارفين جوزي عمل ايه علشانهم، كفايه ان احنا قاعدين النهارده قاعدين في بيوتنا كويسين. نفكر من كام سنة كنا عاملين ازاي في بيوتنا، نفكر ايام مرسي كنا ازاي بنخاف، نفكر ده حقيقي. ما حدش عايز يفتكر. شكرا مدام سلمى القاضي زوجة الشهيد أيمن الكتاب، ورجعت لنا تاني مدام ندى حسن زوجة الشهيد أحمد شبراوي. ألو مساء الخير يا مدام ندى. أهلا بحضرتك، ازيك يا أستاذة؟ أهلا بيكي يا فندم، ازي حضرتك؟ إن شاء الله تكوني بخير. الحمد لله والله بخير الحمد لله. شفتي يا مدام ندى الملحمة اللي المصريين عملوها في الانتخابات؟ ايوه طبعا شفت، وشفت بنفسي، وحرصت ان انا اخد عمر معايا وانا نازله ويشوف ويحس ويفهم يعني ايه انتخابات، ويفهم يعني ايه بلد ماشيه في الطريق الصح. احساسك كان ايه؟ اكيد كنت مبسوطه، يعني انا عارفه ان كل لحظه امان عايشينها في البلد دي مدفوع ثمنها، يعني انا شخصيا دافعه من ثمنها من حياتي كتير، وزوجي الله يرحمه دفع حياته عشانها، وابني دفع، فان انا الاقي الناس بتقدر وبتتعامل بايجابيه ونازله، يبقى كل واحد سند بلده في مكانه. وانه الزوج حضرتك وكل شهيد عمله وضحى علشانه انه ما يروحش هدر. صح يعني لما اتسالت في الفتره دي بيقولوا لي انت بتقولي ايه للناس اللي مقاطعه؟ يعني انا عايزه بس مع احترام فكرك او توجهك السياسي ايا كان، مشوارك للجنه الانتخابات ما يجيش حاجه بالمقابل نقطة يعني في دم الشهيد. وشير عشان انت تفضل قاعد وتقدر تمشي في الشارع بأمان، وولادك يقدروا يعيشوا حياتهم حياة كريمة، وساب كل حاجة في حياته عشان البلد دي تبقى. طيب قولنا بقى عمر القمر نجم مصر، على فكرة وحشني والله، شوفي انا شفته مرتين عايز اقول لك، ربنا يخليك حضرتك على طول. نعم على طول بيجيب سيرة حضرتك دايما، يقول لي طنط بسمة طنط بسمة يا حبيب قلبي، بيحب حضرتك جدا. ده والله الحب من القلب للقلب، دي مصر كلها بتحبه. ممكن اكلمه؟ اتفضلي طنط بسمة معاكي. يا عمر. لا خلاص. انت رحت الانتخابات يا عمر؟ ازيك انت وحشتني. وين يا حياتي؟ لازم نتقابل. طيب قولي بقى، رحت الانتخابات يا عمر؟ طيب وانت، انا قالوا لي ان انت بتغني حلو قوي يا عمر. ممكن تغني لي قالوا ايه اذا بتحبني؟ مش انت بتحبني؟ طب يلا غني قالوا ايه يا عمر. قالوا ايه يا لينا دولا، وقالوا ايه قالوا ايه يا لينا دولا، وقالوا ايه بس مع اسمه الاسطورة، بس مع اسمه الاسطورة لأسوان من معمورة، وقالوا ايه قالوا ايه يا لينا دولا، وقالوا ايه بتعلم شوية لو ايه يا لينا دولا، وقالوا ايه شبراوي حسن انا اسد، شبراوي حسن انا اسد، قالوا الموت ولا يدخل اصخ من جبال، وقالوا ايه قالوا ايه علينا دولا، وقالوا ايه ما شويه قالوا ايه. يا عمر برافو يا عمر، انت بطل انت بطل، انت يعني احسن طفل بالعالم، ايه رايك؟ وابن بطل ونجم وحبيب المصريين، كل الناس بتحبك يا عمر، وحبيبي انا بشكل شخصي انا بموت فيك يا عمر.
شكرا يا عمر وشكرا مدام ندى. معانا دلوقتي مدام دعاء ابراهيم زوجة الشهيد عمرو وهيب. الو مساء الخير يا فندم. ايوه مساء النور، ازاي حضرتك يا مدام؟ اهلا وسهلا بيكي. انا شفت الصور على مواقع التواصل الاجتماعي وانتي واخده البنات معاكي ورحتي تنتخبي. قولي لنا شعورك ايه بقى في المشهد الانتخابي اللي شفتيه؟ هل حسيتي انه فعلا يعني المصريين ردوا الجميل فعلا؟ بجد المرة دي كان عندي بصي يعني حب جامد جدا وشعور فظيع ان انا انزل الانتخابات واخد معايا ياسين وكان لابس الاوفرول بتاع بابا والبنات كانوا فرحانين جدا ان احنا رايحين بصي يعني نكمل مسيرة باباهم، عارفة ان هو عمر ضحى بحياته عشان البلد دي. احنا لازم كمان نحافظ عليها، لازم البلد دي بصي يعني دي اغلى حاجة عندنا. فكان عندنا يعني الولاد كانوا فرحانين جدا وهم رايحين ينتخبوا، وده اللي انا بعلمه للولاد ان هم يحافظوا على البلد دي حتى لما يكبروا يحبوا بلدهم ويحافظوا عليها. مدام دعاء حضرتك قلتي على فكرة جملة مهمة جدا جدا استوقفتني، قلتي احنا نزلنا نكمل مسيرة باباهم. فعلا فعلا صح، هي المسيرة ما وقفتش ما وقفتش وعمرها ما هتقف باستشهادهم. اتفضلي. عايزة اقول للرسالة للإرهاب، لو كنت انتوا يعني خلصتوا من عمر او انتوا مثلا كده عرفتوا يعني قدرتوا ان انتوا يعني بص حضرتك هقول لك حاجه، عمرو دلوقتي وكل الشهداء ضحوا بحياتهم عشان البلد دي، في غيرهم ولادهم وزوجاتهم هيكملوا نفس اللي هم عملوه، هيكملوا في ولادهم يعني هيعلموا ولادهم ازاي يحبوا البلد دي وازاي يضحوا بحياته علشانها هم كمان. احنا الحقيقة اللي احنا شفناه مش بس ولاد الشهداء على فكرة، ده كل المصريين عايزين يكملوا مسيرة الشهداء على فكرة، هم بدأوها والمصريين بقية الشعب بيكملها. ودي حاجة والله كانت مفرحانة جدا ان احنا طبعاً حاسين كده ان دم الشهداء ان هو احنا بناخد حقهم. شكرا. ان احنا نحافظ على البلد دي ان شاء الله. شكرا مدام دعاء زوجة الشهيد عمرو وهيب. معانا الشيخ جابر طايع. الو. اهلا وسهلا يا دكتوره بسمة. اهلا يا شيخ جابر، ازاي صحتك؟ ربنا يحفظك يا فندم وبارك فيك. يا شيخنا المصريين امبارح ادونا درس في الوحده الوطنيه، تعليقك ايه يا فندم؟ والله امبارح واول امبارح واول اول امبارح كان درس يعني فعلا المصريين بكل طوائفهم وبكل افكارهم وبكل الايديولوجيات التي يتحركون من خلالها وبكل نخبهم الحقيقه وبكل واختلاف اعمارهم من شباب وشيوخ وسيدات، الحقيقه كان سيد المشهد في الانتخابات الاخيره الثلاث ايام الاخيره من الانتخابات، كان الماراثون كله كان بيدار، السيدات كانوا سيدوا المشهد، هم سيدات المشهد في هذه المرحله، ضربوا المثل الحقيقه في التصويت الجماعي والخروج بحب وتقدير، ورأينا الأغاني ورأينا كل شيء بيدلل على حب المصريين وخروجهم بانفعالهم الطبيعي وعلى تجييدهم وعلى حسن نواياهم وحبهم لوطنهم. والحقيقة كنت بتتكلمي مع تقريبا زوجة شهيد أو أخت شهيد، زوجات الشهداء. لا الحقيقة يعني ده أقل واجب نقدمه لشهداء الوطن اللي هم ضحوا بأرواحهم. طبعا تعلمين أن النفس والروح هي أغلى شيء عند الإنسان يقدمه الوطن، مهما فعلنا احنا خرجنا لأداء صوتنا وقفنا مع الدولة المصرية وعينا الناس عبر التوعية الدينية، كل هذا أمر يهون، لكن دم الشهيد هو الحقيقة كان يوم الوفاء. الثلاث أيام الأخيرة دي كانت ثلاث أيام لوفائنا لشهدائنا الذين قدموا أرواحهم ابتغاء وجه الله عز وجل وحبا في اوطانهم من اجل ان نعيش نحن في امن وامان بعيدا عن البلطجه وبعيدا عن الارهابيين الذين يريدون ان يقضوا مضجع الشعب المصري ويريدون ان يضعفوا الدوله المصريه ويريدون ان يقوضوا. طيب بمناسبه انهم عاوزين يضعفوا الدوله المصريه وعاوزين يعملوا فتنه،
هل هم نجحوا؟ انا بشوف ان هم فشلوا كل مرة بيفشلوا. ايه السر بقى؟ ايه السر في ان هم كل مرة بيفشلوا؟ كل السر اننا نبتغي وجه الله عز وجل. الدولة كلها متجهة نحو الله عز وجل، تبتغي وجه الله في ارساء قواعد الامن والامان في الوطن. تخيل ان الامن والامان دي نعمة كبيرة جدا. هم لا يريدون لمصر ان تعيش في امن وامان. هم كلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها الله عز وجل، كلما فعلوا فتنة يعني ايطغن الله عز وجل على ان نقضي على هذه الفتنة، كلما سال دم شهيد يعني تقدم شهداء، تقدم غيره رجالات وشباب من اجل ان يستشهدوا في سبيل الله. فهذا كان لديهم هؤلاء في ادبياتهم، هم الذين يقدمون الشهداء، وكانوا هم الذين يضحون، وكانوا هم كذا وهم كذا. ومعروف في ادبياتهم وفي كتبهم ومؤلفاتهم عندما يكون لديهم شهيد يتغنوا به وتؤلف فيه الكتب ويفعلون اشياء كثيره جدا. رغم انه ما بيبقاش شهيد. يعني هم يحتسبونه كذلك ويقدمون على انه في ادبياتهم هكذا. نحن قدمنا الشهداء من الشرطه ومن القوات المسلحه ومن المواطنين ومن القضاء في الانتخابات السابقه وغيره وغيره، ولكن ولله الحمد والمنه النية تختلف. يعني انهم يألمون كما تألمون، ولكن ترجون من الله ما لا يرجون. نحن نرجو من الله عز وجل ان تعيش امن في مصر، في امن وعدل وستر وارتقاء ورفاهية للشعب المصري. هم كانوا يعيشوننا في إذلال واستذلال من أجل أنهم يريدون يعني لديهم خلفية مسبقة أنهم يريدون أن ينتقموا من الشعب المصري. وإحنا عندنا كان في وزارة الأوقاف، لما جاءوا إلى وزارة الأوقاف كانوا يقيسون كفاءة الإنسان أنه اعتقل قبل ذلك أم لا، هل حبس في عهد مبارك أم لا. طيب الذي لم يحبس في عهد مبارك يعتبرونه متهم ويعتبرونه كائن ويعتبرونه عميل ويعتبرونه الحمد لله ان هم مشيوا، والمصريين الحقيقة خلصوا من ذلك الكابوس. شكرا شيخ جابر طايع معانا على الهاتف. سيادة النائبة منى جاب الله عضو مجلس النواب. الو الو، مساء الخير يا سيادة النائبة. مساء النور يا فندم، ازاي صحت حضرتك؟ قول لنا بقى زي ما توقعتي وانت حضرتك معانا في الحلقة، الناس نزلت في المنشية يعني بالقدر اللي توقعتيه؟ بصي، اولا مبروك لمصر، مبروك فقامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مبروك لكل الأمة العربية. انا عايزة اقول ان نزول الفكرة اللي قلتها لحضرتك ان الولاد ينزلوا مع والديهم عشان نوري يعني نشوف الولاء والانتماء ونعلمه لهم، جابت نتيجه حلوه جدا عندنا في المنشيه، لانهم كل ولد صغير قال لمامته انا عايز احط ايدي انزل وانتخب واحط ايدي في الحبر تفوق. الحمد لله احنا نسبه الحضور عندنا عدت النسبه العالميه. مبروك للسيد الرئيس والجماليه طبعا الحمد لله 48.5. يعني نشكر ربنا، كانت احتفالية عظيمة جدا. بقول انه يوم الوفاء للشهداء الحمد لله الحمد لله الحمد لله، كل المصريين نزلوا وجابوا حق الشهيد. فعلا الحقيقة سيادة النائبة، وأنا بشكرك جدا. ده الحقيقة ما كانتش مجرد انتخابات يا جماعة، يعني زي ما سيادة النائبة قالت ده كان يوم الوفاء لمصر من كل الشعب المصري الحقيقة، تجديد العهد المصري يعني. طيب عايزين نقول انه احنا من اول يوم في الانتخابات انا قلت الحقيقة انه نزلنا لطمة، مش عايزه اقولها برضو مع ان ضياء كان يعني مختلف معايا على المسمى، على راس الارهاب، على وجه الارهاب، وطعنا في قلب كل خاين وحاقد، وان لو المصريين نزلوا وقفوا جنب بلدهم الخونه هيتجننوا ويفقدوا اعصابهم وحقيقتهم هتبان، وقناع الدين الزائف اللي لابسينه هيقع. وكانت البداية مع ممثل فاشل، كانت البداية
مع ممثل فاشل هرب لتركيا وتحول من كومبارس تمثيلي إلى كومبارس إعلامي. عفوا، الكومبارس ده خرج على الشاشة وسب أهالينا وغلط في أهالينا كبار السن علشان نزلوا للانتخابات، وتكلم الحقيقة بطريقة مهينة، تكلم بطريقة مهينة عن أهلنا. أنا عايزة أقول الحقيقة للكومبارس ده إنه المصريين ممكن يغفروا أي شيء، لكن تغلط في أهلهم لا، تغلط في الناس الكبار المحترمة البركة لا. هنا بقى وتقف خط أحمر وأخضر وأصفر وكل الألوان، بص كل الخطوط، وأسود، محدش هيسمح لك أبدا من شعب مصر، ومش هيغفروا لك أبدا الإهانة دي. ده احنا بنتشعلق في بركة الناس الكبار دول البركة، والمصريين اللي انت غلطت في أهليهم، لو في يوم من الأيام والدك ولا والدتك وقعوا في مشكلة، مش هيكون معاهم ولا تلاقي معاهم إلا أم محمد وأم مينة. عارف ليه؟ علشان الحقيقة احنا شعب أصيل متربي، فطرتنا طيبة. تعالوا نشوف الطريقة اللي اتكلم بيها ذلك الفاشل. الكلام ده لكل واحد في أهلنا كبار السن. أنا عارف، عارف الجهل بين، عارف إن الملامة عليكم صعب لأنكم غيبتوا سنين طويلة، ضيعتوا مصر بالعبودية، ضيعتوا مصر بالسلبية، ضيعتوا شباب مصر في ثورته 25 يناير اللي قامت عشان تحرركم، لكن انتم مصرين. عايز الشاب بقى يحترمك يا ختيار على رأي السوريين، يا عجوز على رأي المصريين، اقول لك ايه؟ عايزه بقى يشوفك في المواصلة ويقوم وقف لك عشان يقعدك. ادي كبار السن اللي نزل النهارده عشان ينتخبوا. مش تسألهم سؤال، انتوا نازلين ليه؟ ده انتوا رجلكوا القبر. انتوا ليه مصرين تورطوا ولادكم واحفادكم وتعيشوهم نفس حياه الفقر اللي عشتوها؟ ليه؟ مصر بقالها سنين عايشه في قحط وفقر وظلم. ليه عايزين تظلموا ولادكم واحفادكم وتعيشوا وتعيشوهم زيكم؟ ليه؟ يعني الحقيقة يا جماعة أنا بجد متضايقة جدا من فريق الإعداد عندي. أنا حقيقي أنا متضايقة منكم جدا. أنا قلتلكم مش عايزين ننزل الفيديو، أنا كنت مختلفة معاهم. أنا الحقيقة عندي وجهة نظر إنه الناس دي مش عايزين نشوف وشها. هو ما يستحقش وما يستاهلش المساحة اللي أخدها من الشاشة. يعني انت بتتكلم على ايه؟ احنا غصب عنك بنحترمهم ونحترمهم، تتكلم في ايه؟ مين اللي مش هيحترمهم؟ انت، عشان انت تربيتك واصلك كده. وبعدين هو العجز ده تهمة؟ هو العجز النهاردة تهمة؟ ده العجز ده اللي بيبقى بيخلي الناس تبقى قريبة من ربنا، بيقرب بيهم الطريق. هو انت والدك ووالدتك يا ابني ما عجزوش؟ انت بتهين والدك ووالدتك، متعود على كده؟ وبعدين مين اللي مش هيقوم لهم من على الكرسي؟ ايوه طبعا مش هنقعدهم على الكرسي، احنا بنقعدهم على راسنا من فوق. عبيد؟ مين اللي عبيد؟ احنا اهالينا وأبائنا وأمهاتنا المحترمين عبيد
امال انت تبقى ايه؟ انت اللي بتشتغل عندهم وبتقبض بالدولار، انت تبقى ايه؟ انا بعتذر النهارده، بعتذر لكل اب وام. الشخص ده غلط فيكم، وعايزه اقول لكم انكم الماضي الجميل والمستقبل الحلو، انتوا اللي ربيتونا وربيتوا الشباب اللي هيصنع المستقبل. انا اخر كلام هقوله للفاشل ده، انت يا اخي حتى الكاميرا مش حباك، انت بنشوفك بنبقى مش عايزين نشوف الشاشة يا جماعة. يعني انت مثلا ليك زمايل اراجوزات كتير، والله احنا بنقعد انا بحس اني بتفرج على مسرحية كوميدية، اراجوزات بتتنطط قدامنا وبيضحكونا، والله العظيم انا بقعد بعتبر نفسي بتفرج على اراجوزات وشوية قرود، وبجيب الفشار بقعد اكله وانا والله امبارح انا استغربت، بقول للبيت عندي انتوا مفيش فشار، انا عايزة فشار لاني هقعد اتفرج على حاجة مسخرة هتضحكني، هتفرج على شوية اراجوزات وقرود هيضحكونا. انت بقى لا تطاق، يعني لا الكاميرا حباك ولا احنا حبينك ولا صوتك، صوتك يا اخي صوتك منفر، انت فاشل في كل حاجة. طيب احنا معانا الاستاذ الكاتب الصحفي الاستاذ الدندراوي معانا الهواري. الو استاذ بسمة، تحياتي لحضرتك. اهلا وسهلا يا استاذ دندراوي. وكل مشاهديك الكرام يعني. اهلا وسهلا. شفت معانا الفاشل ده واساءاته على اهالينا المصريين، ايه رايك؟ في يعني مقولة مهمة جدا، إذا كان هذا الشخص وأمثاله محققين في مصر ولهم دور في وأوطانهم، ما كان لهم أن يذهبوا يرتموا في أحضان صح الجماعة والجماعة الأخرى، وهو المتمثل في حزب العدالة والتنمية اللي هو حزب أردوغان، وده حزب إخواني صرفي يعني. الاخطر اني هشام عبد الله ده، يعني انا مش عايز اذكر اسمه الحقيقه لان احنا نعطي له قيمه، هذا الممثل الكومبارس الذي بالزبط. لم يؤدي دورا وله علامه بارزه سواء كان في التلفزيون او حتى في السينما او حتى التلفزيون، ملوش اي علامات تذكر يعني. فكل الفاشلين هربوا لتحقيق ذاتهم في الخارج من خلال شتيمه مصر، اعتقادا ان سلسلة الشتائم تضيف لرصيدهم في ظل مصطلحاتهم. بس معلش خليني اسألك يا استاذ دندراوي، يعني هل انت شايف انه ده مجرد فشل ولا نقدر نقول وخيانة كمان؟ انا هقدر اقول لحضرتك يعني في عجالة، يكفي الفضيحة اللي حصلت اصلا، وكان ابطلها ايمن نور رئيس القناة التي يعمل بها هشام عبد الله للاسف، ويمكن التسريب اللي ظهر يبان المناقشة الشهيرة، وإن أيمن نور والتسريبات اللي ظهرت لما كان بيروض كلب وعاري وهذا القبيل يعني، وإن هم اتهموا أيمن نور رئيس القناة بإنه كان يحصل على التمويلات وينفقها على ملذاته الخاصة. ده موجود، يعني إحنا عكسهم، إحنا دايما ندلل على كل كلمة بنقولها من خلال معلومات حقيقية، كل التسريبات موجودة، اي حد يقدر يخش على الانترنت او اليوتيوب ويطلع ده، ان الفضيحه كانت على الهواء مباشره اثناء مناقشه كان فيها سيف عبد الفتاح وكان فيها عبد الرحمن يوسف القرضاوي، وكانت فضيحه بجلاجل واغلقت على اثرها قناه الشرق ثم عادوا، لان هما في حاله يرثى لها، لان كانوا يمنون النفس بانهم سيحصلون على مبالغ كبيره في الخارج، الا ان الاخوان وكالعاده تنصلت من كل وعودها، والان هم تقريبا بيسرقوا بعض يا فندم، بيقلبوا بعض زي ما بيقول. اثنين، انا هقول لك على ثلاث وقائع مهمه اللي هم دايما يهينوا كبار السن ويهينوا المراه المصريه الحقيقه، وهم يعني كبرت كلمه تخرج من افواههم العفنه في انهم يهينوا كبار السن او يقولون الا كذبا. وايضا
وايضا يعني سيدات مصر او عظيمات مصر كما يصفها، ودشنها الحقيقه رئيس عبد الفتاح السيسي. انا اقول لحضرتك انما في صعيد مصر على سبيل المثال، وايضا حتى في القرى ونجوع وكفور الوجه البحري، انا بقول لك معلومات مؤكده ان لكلما الرجل او السيده تقدم بها العمر في صعيد مصر يزداد تقديرها واحترامها وتبجيلها لا تتخيلي. ولا يمكن لي وانا ابني من ابناء الصعيد اني نرى رجل كبير الا الجميع بمجرد ما يدخل ينهض الجميع واقفا احتراما وتبجيلا لهذا الرجل الكبير، رجل العيله، رجل القبيله، ايا كان. اذا احترام والتقدير لكل رجل متقدم في السن يزداد مع تقدمه في السن، عكس اللي هم بيهينوا ويهينوا التراب على كبار السن، ولانهم هم موجوعين يا استاذ القسمه، موجوعين جدا. الامر الثاني ان هاجموا المراه المصريه، لان المراه المصريه ابتهجت وعبرت عن فرحتها وهي تؤدي حاجه غريبه جدا. خلي بالك حتى كان عندنا الوفد المراقب الامريكي كان بيراقب الانتخابات، كان عندنا النهارده في اليوم السابع بالمناسبه يا استاذ الدندراوي كان ليك مقال النهارده انا قريته على فكره في الموضوع ده، اكتر من رائع، انا بهنيك عليه. ربنا يعز جزمه طبعا جزمه المراه المصريه باشرف وبرقبه كل الاخوان الحقيقه. العنوان شدني بصراحه، العنوان شدني رائع. انا هقول لك، طب انت بتتريق وتسخف وتسفه وتهين المراه المصريه لمجرد ان هي عبرت عن فرحها بوطنها اللي كان مخطوف واللي كانت شافت سنه سوداء في عهده من 2012 حتى 30 يونيو 2013. طب يا سيدي الفاضل، انا هطرح سؤال، من الاشرف؟ السيده التي تدلي بصوتها لوطنها وتفرح وترقص امام اللجان رقص محترم، ام التي رفعت شعار جهاد النكاح في الخيام في الرابعه العدويه والنهضه؟ ده انتوا يعني دشنتوا لاشياء غريبه وخطيره، ويعني عملوا الشرعنه للزنا واعتبروه جهاد نكاح. يعني تخيلي وصل بيهم هذا الجرم الشديد انه هم يمارسوا فعل. طب ده انا اقول لك على حاجه، في فيديوهات مسجله في انتخابات 2012 بعد فوز المعزول محمد مرسي العياط، بالحرف انا اقول لك اتشق زغاريط لسيدات الاخوان ورقص امام في ميدان التحرير وشعار هو قول يا مشير قول الحق مرسي رئيسك ولا لا، وبداوا يرددوا هذا. انا بقول لك نصا عشان محدش يقدر يزايد عكسهم، هم اللي بيقولوا اي كلام يعني اي حاجه في الوهم والفراغ يعني. لكن اؤكد لحضرتك اني نعيد السؤال تاني، من هو يعني ما هو الافضل والشرف اني اني السيده اكيد زي ما حضرتك قلت انه الحقيقه اي مصريه حذائها اشرف من اي اخواني يعني. اخواني طبعا وبرقبته، لان يا سيدتي الفاضله الشعب المصري لو رايتي في المعابد المصريه منذ بدايه عصر الاسرات كانت تحتضن بكل اعزاز وفخر حاله البهجه المصريه سواء بالرقص او الغناء، وكان المصريون القدماء منذ العصر الاولى وطول 30 اسره فرعونيه كانوا يخرجون في التقرب للمعبود بالرقص والغناء، وايضا حتى في توديع الموتى بالرقص والغناء، واستمر هذا الامر فيما بعد في الديانه اليهوديه والديانه المسيحيه والاسلام حتى. هو حفلات هارون الرشيد دي كانت حفلات ايه ان شاء الله يعني؟ مش غناء ورقص، ما ترجعوا للكتب والمراجع يعني. حاجة غريبة جدا يعني بيقولوا لنا، طب أنت عارفة إنه ذكرت كلمة رقص واضحة في الكتب في العهد القديم دي 27 مرة؟ منهم 22 مرة في العهد القديم والسيد المسيح. طب أنا عايز أسأل سؤال، وهم الإخوان مش بيرقصوا؟ ما أنا قلت لك ولا ده رقص شرعي اللي هم بيرقصوه نوع تاني غير النوع ده؟ الرقص أنواع يا فندم، ده في حلال وفي حرام، ده في أخطر، يا ريت رقص، ده هم شرعنوا بما يسمى بجهاد النكاح، الزنا شرعنوه بما يسمى الجهاد النكاح. صح، فانت تخيلي شوفي النمره واحد اذا كانوا عملوا كده في الزنا امال هيعملوا ايه بالظبط؟ شوفي الحركات التابعه ليهم من داعش وخلافه اللي حولوا السيدات الى سوء نخاسه واعادوا
العصور الجاهليه في انهم هم يعملوا ده مع الزيديين في العراق ويعملوها في السوريين وقد ايه العراقيين في الموصل. لا 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 يعني اللي بيعملوه يعني مع النساء يفوق الوصف. هم هو طبعهم كده يعني هم ثقافتهم كده, ثقافه الكآبه والسواد والقتل والحرب والدمار واقامه حفلات المآسي وسرادق العزاء ولطم الخدود, هي دي حياتهم. دول الوقت يهددوك في الحياه الدنيا ثم يهددوك ايضا في الاخره ويكرهوك ويحولوها الى سواد. طول الوقت هم في يعني عقيدتهم السواد مش عقيدتهم الفرحه والبهجه عكس المصريين. المصريين فعلا زي ما حضرتك بتقول ان هم عقيدتهم الحقيقه سواد يعني. سواد هم 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 يقتلهم الفرح المصريين, يقتلهم ان مصر تنطلق من جديد وان الخريطه السياسيه ستتغير بعد هذه الانتخابات. لاول مره الرئيس سيؤدي يمين الدستوريه امام مجلس النواب السبع سنوات الماضيه واحنا بنشوف ان يمين في المؤقت يمين امام المحكمه الدستوريه, فده تأكيد على أن دولة المؤسسات عادت, دولة مصر قوتها عادت, استقرارها وأمنها عاد. كله يزعج جماعة الإخوان الإرهابية لأن كلما كانت البلد في تقدم وازدهار واستقرار وأمن يزعجها أكثر لأن كانت تمني النفس أن يفشل النظام وتفشل هذه الدولة, وبالتالي عندما يحدث الفوضى هنا بقى يعني هنا بقى النقطة المحورية إن دول لا يعيشون ولا يقتاتون إلا على الفوضى والخراب والدمار. بالظبط كده يا فندم. يعني الحقيقة نتمنى إن هم بس يعتبروا وعدم التكرار عشان ما يعني هم بيحرجوا نفسهم زي ما بيقولوا. وبشكر الأستاذ الصحفي المحترم الدندراوي الهواري, شكرا يا فندم. هتفضل مصر حرة على فكرة, وهتفضل الحقيقة غصب عنكم في سلام وأمان, وانتوا خليكم بقى في حالة السعار اللي انتوا فيها. تعالوا بقى نشوف رد أهالينا في الشارع على ذلك الفاشل, نشوف مع بعض. هشام عبد الله ده اصلا يعني اساسا يعني هو ممثل يعني فين هو بشهرته يعني؟ وبعدين كان قاعد في البيت يعني ما نزلش شاف يعني المفروض ينزل يشوف في الانتخابات وبعدين يقرر ويقول الكلام ده كله. يعني الشباب نزلت واللي كل واحد له راي نزل قاله, اللي عايز ينتخب السيسي اهلا وسهلا, اللي مش عايز ينتخب برضه ما فيش حد قال له بيغصبه ان هو ينتخب السيسي. وبعدين السيد الرئيس السيسي راجل محترم جدا, واحنا انا عن نفسي انتخبته. هو طبعا ما حدش يقدر يهمش دور كبار السن اللي كانوا موجودين والسيدات, وبنشكرهم لانهم كانوا موجودين فعلا بكثافه, لكن كان موجود الشباب بنسبه كبيره جدا ومصر كلها بتشهد على كده. طبعا الكلام ده مش حقيقي والناس كلها نزلت والشباب, وانا معاه مثل حياهم واولادهم كلهم ايديهم اهي. هو يقول زي ما هو عايز يقول. انا من الارياف, انا من الارياف ومركز اسمه مركز اوسيم تبع محافظه الجيزه. بالعكس كل الناس اللي بتنتخب, كل الناس اللي بتنتخب شباب ستات كبار السن, كل الناس اللي بتنتخب. انا واحد الناس اللي بتنتخب. رجال كبار هل هم مش مواطنين؟ نساء هل هم مش مواطنين؟ بنات اخوات شقيقات هل هم مش مواطنين؟ ولا لازم طول الوقت الكهنوت الديني ولا الوصايا من الفوقيه ولا فلان الفلاني واللي خلفني يبقى مش معايا؟ كنت حزين قوي ان مصر زي ده, ان للاسف يزور الحقيقه. مش بقول كلام بقى وكلام اوانطه, لا انا اولا هو قال بيرقصوا وانا عاوز اقول له انتوا عشان فرحه الناس فرحانه, انتوا مش عايزين تشوفهم فرحانين, الناس بالزغره انتوا عايزهم يلطموا. هو ده المشهد اللي هم عايزينه يصدروه للعالم كله, لكن مصر فرحانه. ده رساله نمره واحد. رساله نمره اتنين بيقول لك كمان ان للاسف الناس الكبار في السن اللي بياخد سكر وياخد حاجات زي كده. انا عندي امي فوق السبعين سنه وابويا فوق الثمانين سنه, ناس احنا اقل من المتوسطين, راتب التوك توك ب 30 جنيه رايح جاي. عشان بقول لها يا ماما طب ما كنت قعدت في البيت, قالت لي لا ده يا بابا ده حق ان انا انزل اقف جنب بلدي. انا برد عليها اقول له الانتخابات حلوه وشفافه وكان عرس ديمقراطي, واتق الله في مصر وفي الشعب المصري يا شيخ حرام عليك بس, وربنا ينصرك يا ريس وخلي بالك من اللي حواليك.
يعني احنا خلينا برضو الناس في يعني في مصر دول اهل مصر اللي انت غلطت فيهم وفي اهاليهم، ربنا ما يحرمنا منهم ابدا ويخليهم لينا يا رب، وحقكم علينا. الناس الكبار الكبارة البركة حقكم علينا، معاش ولا كان اللي يغلط فيكم. معانا كمان على فكرة فيديو لواحد من اهالينا كبار السن بيتكلم عن الانتخابات والرئيس السيسي وليه نزل. تعالوا نشوف مع بعض. صباح الخير يا حاج. صباح الورد. بص انا لقيت ولايه في صباع في العلامه بتاعت الانتخابات. رحت الانتخابات؟ ايوه. ليه رحت؟ رحت عشان السيسي. رحت عشان السيسي؟ داعم السيسي. ليه؟ عشان هو اللي حمل البلد، خد البلد واقعه، وقفها على رجليه، عمل مشاريع، بنى مساكن، ادانا الامن والامان، خلى الكلب ماشي مع الدين، وقتل الخونه الظلم اللي يتمونا وقتل عيالنا ويتموا المانيا الخونه ولاد. طيب من غير بس عشان الناس هتسمع مش عايزه يبقى لا تسمع، احنا خايفين ما خافش، احنا مش خايفين بس الناس ما تقولش ان احنا بنقول الفاظ واحنا في الفيديو مثلا يعني. لا عشان تطلع في وسط الفوق. طيب انت رحت من نفسك ولا حد قال لك لازم؟ لا رحت من نفسي. رحت من نفسي انا وعيالي، انا وعين وساكن كمان مع الغنم، مش ساكن في شقه ولا في، انا ساكن في اوضه. في اوضه في المطريه. حي المطريه. ايوه واخد البالك. وصاحب البيت طمعان علي عاوز يطلقني، ومع ذلك وانا ما عايز انت تروح. ومع ذلك الظروف دي كلها برضو عايز تروح. رحت اهو. ربنا يبارك لك يا حبيبي. انت اسمك ايه بقى؟ علي محمد احمد عبد الفتاح. ربنا يخليك يا حبيبي. شكرا قوي. صباح الخير. صباح الورد. صباح الخير. ويحيى مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. ويحيى الناس السيسي واللي ورا السيسي، وانا عم داعم السيسي ومش خايف. الخونه ولاد اللي يتموا عيالنا. طهر سينا. طهر سينا. محمد مرسي باع سينا. السيسي طهرها ورد عرضها. ورد عرضنا وعملنا مشاريع وكبار وحمال. واللي جاي خير باذن الله. ان شاء الله اللي جاي خير باذن الله. واحنا ورا السيسي باذن الله. ورا السيسي باذن الله. صباح الفل. صباح الفل. نهارك ابيض. على فكرة ده عينة عينة مثال من كل الشعب المصري ورسائله ليكو انت واللي على شاكلتك. شفت الرجل الطيب الكبارة؟ شفت ده رد، وده الرد على كل اللي انتوا بتعملوه. انتوا ليه مش عايزين تفهموا انه انتوا اتكشفتوا للشعب المصري كله؟ كل يوم بيدوكوا درس في الوطنية، لكن انتوا للأسف مفيش أمل فيكوا أبدا، ومش هتخربوها علشان تعرفوا ترجعوا. قبل ما اروح لموضوع تاني، احنا معانا على فكرة بعد الفاصل عظيمات مصر. اسمعوا بقى كويس أعداء مصر، اسمعوا معانا بعد الفاصل عظيمات مصر اللي نزلوا انتخبوا السيسي. معايا عظيمة بتشتغل سباكة، وعظيمة تانية بتشتغل في الحلاقة، وعظيمة تالتة بتشتغل موظفة، وعظيمة رابعة ست بيت زي كتير من المصريات. الناس دي ظروفها على قدها. وعلى فكرة يا كومبارس انت واصحابك هم ناس برضو بتعاني في الحياة، ناس من الطبقة الكادحة، يعني بالبلدي كده ظروفهم صعبة. وسبحان الله يا أخي نزلوا وراحوا وانتخبوا السيسي. عارف ليه؟ علشان ظروفهم ما تبقاش أسوأ، لأنهم أذكياء فاهمين عنك، بيحبوا بلدهم وعايزين بلدهم تعدي وتكبر وتتقدم. هما
فاهمين وعقلهم بيفكر اكتر منك، عندهم دماغ. ما هو اللي ربنا بيحبه بينور بصيرته، انتوا ربنا عامي بصيرتكم. عموما في الفقرة هنعرف راحوا ليه. اما بقى عن الانتخابات، عندنا انتخابات الرئاسية عايزين نتكلم فيها ونشوف كل المؤشرات الاولية اللي اعلنت عنها اللجان العامة في المحافظات. مش بتقول انه السيسي فاز، دي بتقول انه السيسي اكتسح. نفسي اعمل كده بس مكسوف. وبرضو المرشح الرئاسي موسى مصطفى حصل على نسبة كويسة من الاصوات، وكان معانا على التليفون امبارح وقال انا عارف انه الرئيس السيسي هو اللي هيكسب وبفارق كبير. تعالوا نشوف التقرير بيرصد اهم المؤشرات. فرحة عارمة سيطرت على الشارع المصري بعد أن كشفت المؤشرات التقديرية لنتائج فرز أغلب اللجان العامة بمختلف محافظات الجمهورية عن وصول عدد الناخبين إلى ما يزيد عن 23 مليون و 293 ألف صوت انتخابي. حصل فيها المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على أغلبية كاسحة أمام المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى. كشفت المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية عن أن نسبة التصويت تقترب من 40%، وهي نسبة مرتفعة تعكس وعي الشعب المصري. وكانت اللجان الانتخابية أغلقت على مستوى الجمهورية أبوابها الساعة 10 مساء بعد انتهاء عملية التصويت في اليوم الأخير للانتخابات الرئاسية، مع استمرار التصويت بالنسبة للناخبين الموجودين داخل الحرم الانتخابي بعد 10:00. وبدأت اللجان الفرعية في عمليات الفرز عقب إغلاق باب التصويت مباشرة أمام مندوب المرشحين ومتابع منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، حيث يعلن رئيس كل لجنة فرعية الحصر العددي بلجنته متضمنا عدد من أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة والأصوات التي حصل عليها كل مرشح، فيما تقوم اللجان الفرعية بعد ذلك بإرسال محاضر الفرز والأوراق للجان العامة التابعة لها لتقوم بتجميعها، ثم ترسلها بعد ذلك للجان المتابعة بالمحاكم الابتدائية والتي ترسلها بدورها للهيئة الوطنية للانتخابات. وأشادت البعثات الدولية بسير العملية الانتخابية خلال أيامها الثلاثة من حيث التنظيم الجيد وتسهيل البيانات والمعلومات أمام الناخبين، كما أشاد المراقبون الدوليون بدور الهيئة الوطنية للانتخابات في توفير البيانات المطلوبة واستخراج بطاقات المراقبين والرد على جميع الاستفسارات، بالإضافة إلى التأمين الجيد جدا خارج اللجان، الأمر الذي بث الطمأنينة لدى الناخبين والمتابعين المصريين والأجانب على السواء. الانتخابات الرئاسية خلصت وهننتظر اليوم 2 ابريل لحين اعلان النتيجة الرسمية بمعرفة طبعا الهيئة الوطنية للانتخابات. معنا بقى كمان دلوقتي خبر تاني ان بكرة في انتخابات مهمة. حزب الوفد هينتخب رئيس جديد بعد انتهاء ولاية الدكتور السيد البدوي اللي هو تم انتخابه رئيس للوفد لدورتين ورا بعض من 2010 بعد ما فاز على الدكتور محمود أباظة رئيس الوفد السابق. طبعا بيتنافس في الانتخابات الحالية 5 مرشحين، أبرزهم 3 هم بهاء أبو شقة سكرتير عام حزب الوفد، وحسام الخولي نائب رئيس الوفد، وياسر حسان مساعد رئيس الحزب. طيب تعالوا نشوف ايه الاخبار هناك. معانا الدكتور ياسر الهضيبي عضو الهيئه العليا لحزب الوفد. الو مساء الخير. مساء النور يا دكتوره، ازي حضرتك؟ اخبار الانتخابات ايه يا فندم عندكم؟ انتوا يعني حزب من الاحزاب العريقه الحقيقه ولها تجربه ديمقراطيه عريقه جدا، واحنا مهتمين جدا ان احنا نعرف. هي انتخابات حزب الوفد بتاعت هذه هذا العام بعد مرور 100 عام على تأسيس الحزب من أيام ما أسسه سعد باشا زغلول سنة 1918، وبيتنافس على الانتخابات زي ما سيادتك تفضلتي، المستشار بهاء أبو شقة والمهندس حسام الخولي
والدكتور ياسر حسان والدكتور علاء شوالي، والمرقع الخامس امبارح اعلن انسحابه وانضمامه للمهندس حسام الخولي. الانتخابات ان شاء الله هتبدا بكره من الساعه 10 صباحا حتى الساعه 5 مساء ينتهي التصويت ويبدا الفرز على ان تعلن النتائج في الساعه 9 مساء غدا ان شاء الله. الو ايوه يا فندم. حضرتك معايا يا فندم؟ انا معاك يا بقول لحضرتك الانتخابات هتبدا بكره من الساعه 10 صباحا حتى 5 مساء ينتهي التصويت. طيب. ثم يبدا الفرز من 5 طيب الى 7 وتعلن النتيجه على الساعه 8 او الساعه 9 بكره. طيب بيبقى في يا فندم دايما يعني اتنين مرشحين مثلا اقوياء بيبقوا هم المنافسين الرئيسيين في الانتخابات، مين الاسمين دول يا فندم في الحزب؟ والله النتيجه متارجحه فعلا ما بين الطولي والمستشار بهاء ابو شقه، حتى الان لا احد يستطيع ان يحسم من سيفوز منهم، لدرجه ان اللي هيفوز بكره يمكن تبقى معانا بكره حضرتك هتلاقي الفرق ما بين 50 ل 100 صوت فقط، ففعلا النتيجه بينهم متارجحه للغايه. طب ده يا فندم بيقدم ايه وده بيقدم ايه؟ نعم يا فندم؟ ده بيقدم ايه يا فندم وده بيقدم ايه؟ اللي كل المرشحين يعني؟ بيبي وبعدينكم بايه يعني؟ ايه الجديد اللي هيضيفوه؟ هو المستشار بقى ابو شقه بيقول لك انا برنامجي هو برنامج الوقت قديما وحديثا، واما المهندس حسام الخولي عامل برنامج انتخابي جيد بيقول ان هو هيقود حزب الوفد للمستقبل، هيشيل القيود اللي كانت دايما مكبلاه، هيقود بفريق عمل مش هيقود نظريه الزعيم اللي دايما بتسيطر على رئيس حزب الوفد، وبالتالي الوعود وراقه كتير، خاصه حل المشكله الاقتصاديه والماليه في الحزب، خاصه مشكله الجريده والصحفيين والمرتبات. لكن الوعود ممكن تكون شيء والتنفيذ على الطبيعه شيء اخر. دعنا ننتظر غدا من سيفوز ثم ننتظر من سيلبي طموحات الوفديين. طيب عامة يعني خلينا نتابع معاكم ان شاء الله ونشوف التجربة الديمقراطية دي اللي في حزب عريق زي حزب الوفد، وتكون نموذج طبعا يحتذى به زي بقية الأحزاب المصرية ان شاء الله. شكرا، وفقرتنا الأولى خلصت ونطلع فاصل نرجع نستكمل بقية حلقتنا.